رجعنا وياكم محبة المشاهدين. للأسف وقت البرنامج موضوع مهم يحتاج له ساعتين، بس المخرج ما ينطينا وقت بعد بنصف دقيقة. دكتور الحل شنو؟ يعني نستمر به خلاص؟ يعني شوفوا يعني طريقة أخرى. التجاوزات لا مناص من إزالتها، هنالك حالات يمكن النظر فيها اللي ذكرها الأستاذ أيادي، المزارع اللي كانت مجازة والآن بالإمكان أنه تأخذ حصة مائية من موضوع الأقفاص والمسافة، بالإمكان أنه يقدمون طلبات من خلال وزارة الزراعة من خلال لجنة فنية تدرس هذه الطلبات. المؤسسات الحكومية واجبها تقديم الخدمة للمواطن وليس هذا المواطن، وبالتالي أي أمر بالإمكان دراسته ولا يضر المصلحة العامة ويقدم خدمة للمواطن المجتمع الوزارة راح تأخذ به. بالمناسبة من خلال يعني البرنامج الكريم والقناة المباركة، يعني أحيي الأخوان مدراء الموارد المائية اللي هم الأبطال اللي يديرون المياه بكل المحافظات من خلال هيئة التشغيل، جهد استثنائي بذلوه. جنابك متابع نشاطهم وتعرف الأذى والتعب اللي صار عليهم في مجال إزالة التجاوز ومجال توزيعات المياه. نعم.